ولا يشرع فيها مطلق العمل، وإنما يشرع فيها أمور. الأمر الأول الدعاء، حيث عائشة إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأمر الثاني أنه استحب لزوم المسجد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، ولما جاء في حديث عبد الله بن أنيس عن أبيه أنيس الجهني أنه قال يا رسول الله إني إمام قومي في البادية فاجعل لي يوما آتي مسجدك، قال إيتي ليلة 23، وفي بعض الألفاظ 21، فكان أنيس رضي الله عنه يأتي فيربط دابته على حلقة عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس ويخرج عند طلوعها. قال وهذه الليلة لأنها مظنة ليلة القدر أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بها. إذن فالسنة أن المرء يلزم المسجد بالاعتكاف أو كثرة اللزوم. الأمر الثاني مما يشرع في ليلة القدر أو الثالث هو الصلاة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال أيضا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام ليلة القدر مستحب، ويكون قيام ليلة القدر بأمور. الأمر الأول صلاة العشاء والفجر جماعة، وإذا قال بعض السلف أظنه سعيد من صلى العشاء والفجر فقد قام ليلة القدر، أي في الجماعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني صلاة التراويح، وهي أفضل ما يقام في المسجد لأنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام أو 4، وقلت 3 أو 4 لاختلاف الأحاديث في الباب. الأمر الثالث الزيادة في آخر الليل كما قال عمر رضي الله عنه ومن صلىها في بيته فهو أفضل، وإذا كان السلف يزيدون في العشر الأواخر كما جاء عند ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه. فالمقصود من هذا أن هذه الأمور الثلاثة هي أفضل ما يفعل في ليلة القدر، والانشغال بغيرها من الأمور كالصدقات وتوزيع الطعام هو انشغال بالمفضول عن الفاضل.